دقايق او ربع ساعه الاخيره. انا اسف قبل بس ما نكمل تمام. دي لقطه مهمه جدا جدا جدا، مدى الحب والاحترام ما بين جمهور نادي الاتحاد والجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري والنادي الاهلي. النجم الكبير الكابتن حلمي طولام مع النجم الكبير الكابتن وليد صلاح الدين راحوا لملعب المباراه لان كانت في خناقه حصلت او في حاجه حصلت، هنعرف دلوقتي من كريم احمد. كانوا بيسلموا على لعيبه النادي الاهلي وبيهنوهم وبيشكروهم وبيعتذروا لهم عن ما حدث خلال في ملعب المباراه. وده طبعا لما تحصل من نجم كبير زي الكابتن حلمي او نجم كبير زي الكابتن وليد ما تبقى